نبدأ هذه الحلقة بأحكام صلاة الاستسقاء بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء غدا في جميع مساجد المملكة. فلو بدأنا هذه الحلقة المباركة بتبيان مختصر وموجز عن أحكام صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة، وهي مقدمة عند العلماء على صلاة التراويح، لأنها صلاة داعيها الحاجة وإظهار الفاقة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وقد شكت الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجدب وتأخر نزول المطر، فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخرجون فيصلي بهم وهو في مقام ولي أمرهم وهو نبيهم وهو القاضي فيهم عليه الصلاة والسلام. وكما تفضلت بتوجيه ولي أمرنا بإقامة هذه الصلاة صباح يوم غد الخميس تأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وإظهارا لحاجتنا وفاقتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بطلب السقيا منه، لأنه هو الذي ينزل المطر وهو الذي يغيث عباده، كما قال جل وعلا ممتنا متفضلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذه الصلاة يستحب أن تؤدى في أول النهار تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته من بعده، وينبغي للمؤمن أن يخرج إليها وقد خرج من المظالم وأصلح ذات البين ويكثر من الاستغفار والصدقة تعرضا لرحمة الله عز وجل وإحسانه ولطفه بعباده. وأيضا يقيمون هذه الشعيرة، فإن إقامتها سنة مؤكدة. نرى للأسف من بعض الناس تكاسلا في أدائها مع حرص على أداء التراويح، وربما كان هذا الحرص أشد من حرصه على الفريضة. صلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف آكد صلوات التطوع حتى من التراويح، فالمظنون بالمسلمين أن يجتهدوا في إقامة هذه الشعيرة وأن يتوجهوا إلى ربهم جل وعلا وأن يتخففوا من المظالم ويكثروا من الاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يغيثهم ويرحمهم ويجعل ما أنزله وينزله عليهم رحمة لهم لا عذابا ولا نصبا ولا هدما. والله أعلم.